تعادل الضغوط هي عبارة عن جهاز ميكانيكي يعمل عن طريق تغيير أو تغير الضغط داخل حيز غرفة التجميد. مكونات هذا الجهاز هي عبارة عن 5 مكونات: 1 هيكل الجهاز، 2 سبرنج السبرنج النابض، 3 لوحين معدنيين، 4 غلافين غطاءين من البلد، كذلك السخان الهيكل الذي يعمل عملية حفظ على درجة حرارة الهيكل، سخان الهيكل. وظيفة هذا الجهاز له وظيفة تعادل الضغوط داخل حيز غرفة التجميد. عندما ينخفض الضغط في دورة التجميد ويعمل على تخفيض الضغط داخل حيز غرفة التجميد عندما يرتفع الضغط بعد عملية دورة التسخين. قم بجهاز تعادل الضغوط. 1 زيادة ضغط الغرفة تعمل على دفع اللوح المعدني رقم 1 إلى الخارج، مما يحدث خروج للهواء إلى خارج غرفة التجميد فينخفض ضغط حيز غرفة التجميد، وهذه القوة قوة زيادة الضغط تحدث عند بعد عملية التسخين. 2 انخفاض الضغط داخل حيز غرفة التجميد يعمل على سحب اللوح المعدني رقم 2 إلى الخارج، إلى الداخل، إلى الداخل، فيحدث سحب هواء من خارج غرفة التجميد